يعني تفاصيل كتير عن خلق نعم. الحلم وازاي نقدر نتحلى بيه نعم. ونتربى عليه، ولكن خليني تحديدا بقى اشوف مع حضرتك مفهوم خلق الحلم وساعد الصدر بشكل عام. نعم، طيب هو هذا الخلق هو من أدق الأخلاق، وهو خلق رفيع ورقيق لا يتحلى به كل إنسان، بل هو من أخلاق أهل الإيمان وأهل الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخلق الطيب المبارك. خلق الحلم هو الحلم هو ضبط النفس حتى تخضع لسلطان العقل. ضبط النفس، الإنسان يمسك نفسه حتى تخضع لسلطان العقل، فيصبح العقل هو المسيطر وهو المدبر وهو الذي يسير الإنسان، ليست عاطفته وليس غضبه أو تمرده في وقت من الأوقات. يبقى الخلق الحلم هو ضبط النفس حتى تخضع لسلطان العقل، وهو في الحقيقة خلق بين رذيلتين. الحلم خلق بين رذيلتين، بين رذيلة الغضب والعياذ بالله، وبين رذيلة بيسموها اللامبالاة أو التبلد. فالغضب عندما يغضب الإنسان دون أن يعقل فلا تنتظر منه إلا كل شر وإلا كل سوء والعياذ بالله، وإذا تبلد الإنسان ضاع حقه وظلم نفسه. فهنا يأتي خلق الحلم بين الغضب وبين التبلد ليحفظ الإنسان كرامته ويحفظ الإنسان حقوقه ويأمن بنفسه دون أن يخطأ أو يقع في أخطاء كما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب.